بشأن قانون الأمن الغذائي الذي أقره البرلمان في العراق أمس، ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز. سيد علي، بداية مرحبا بك. ماذا يعني أن يعترف نواب في البرلمان أن قانون الأمن الغذائي ما هو إلا خداع للشعب؟ نعم، طبعا هو ليس قانون الامن الغذائي فقط، يعني لو ناتي احنا الى القانون الذي تم اقراره قبل قانون الامن الغذائي اللي هو قانون تجريم التطبيع. يعني مع العلم نشوف هذا التنافر اليوم اللي موجود ما بين القوى السياسيه بمختلف مسمياتها داخل البرلمان وعدم توافقهم، نشوفهم يتوافقون مباشره على هكذا نوع من القوانين. فمن هذا نستنتج احنا من هذا التوافق المريب وهذه الكتل السياسية اللي تبين للشعب انه هي على خلاف، كم هم بالاساس متوافقين على تمرير كل شيء يصب لخدمة مصالحهم. قانون الامن الغذائي مثلا، قانون الامن الغذائي هذا اليوم تم اقرار هذا القانون، المختصر لهذا القانون هو الاستفادة من فرق سعر برميل النفط نتيجة الأزمة اللي حصلت أخيراً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط. فاليوم رادوا أن يقننون هذا الشيء، يقننون هالميزانية اللي هي تعتبر ميزانية يعني تكون يمكن بقدر الميزانية الرئيسية للوارد للعراق من أسعار النفط، فارتجعوا إلى قانون يسمى بقانون الأمن الغذائي. يعني الاستفادة من فرق سعر برميل النفط في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، هذا هو المقصود منه؟ نعم، هذا ظاهريا. لكن لو نجي احنا نسأل اليوم خبراء الاقتصاد، مثلا نعطيك مثال، قبل يومين رئيس حكومة المنطقة الخضراء صرح يقول احنا 5 مليارات يكلفنا رواتب المتقاعدين والموظفين. احنا اليوم بالنسبة ان نعرف الشهر الواحد العراق يصرف 60 مليار دولار بين رواتب موظفين ورواتب متقاعدين، و 60 مليار اخرى لاستيرادات العراق. فاذا احنا اليوم عندنا 120 مليار دولار، ما حد يعرف هذه هل هي حقيقه، هل هذا وهم، اين الفساد اللي بيها، اين السرقات اللي بيها، في حين نشوف اليوم المواطن العراقي الراتب يستلمه منقوص، المتقاعد يستلم راتبه منقوص. قطاعات عديدة ولا يتم استلام الرواتب سواء التقاعدية أو رواتب الموظفين بالوقت المحدد. كل شهر تتم سرقة 4 إلى 5 أجازات أسبوع، أحيانا 7 أيام 5 أيام. هذا كله يصب في مصلحة السراء والشاردين، مثل ما احنا لاحظنا بقانون تجريم التطبيع. طبعا هذا قانون نشوف المانشيت العريض له واسمه تجريم التطبيع، في حين احنا بلدنا ما يحتاج لقانون لتجريم التطبيع. احنا اساسا نعتبر هذا طيب، ولكن استاذ علي، يعني هذا القانون بعد اقراره يشوبه الكثير من شبهات الفساد تحيط هذه الشبهات بهذا القانون المسمى بقانون الأمن الغذائي. المواطنون في العراق ماذا يريدون؟ يعني هذا يريدون قانونا يحل لهم مشاكلهم، قانونا يشرع كبديل عن الموازنة ربما إن صح التعبير، يحل أزمات العراقيين، ينشئ المشاريع المتوقفة، يشغل الوظائف، يخلق العديد من الوظائف التي يطالب بها الخريجون والذين طالبوا بها بتظاهرات شبه يومية. هل هذا الأمر سيؤدي بالتالي أستاذ علي إلى تظاهرات جديدة مثل ما حصلت في البصرة وحصلت في ذي قار، تكون يعني امتدادا أو استكمالا لتظاهرات تشرين؟ نعم، كل هذه الأمور هي تصب الآن في ناحية واحدة وهي ناحية غليان شارعنا، سواء كان قانون الامن الغذائي او غيره من ذاك القوانين، لان الشعب ذاته يعلم جيدا ان هذا النظام الحاكم في العراق ما بعد 2012 هذا نظام فاسد ونظام عميل. هذا النظام اتى ضد الشعب العراقي، اتى لسرقه العراقيين، اتى لتهجيرهم، اتى لقتلهم. واليوم نشوف احنا اليوم العراقيين يعني ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر. عن اي قانون امن غذائي نتحدث؟ هذا قانون لتسهيل عمليات السرقه،
لصالح المسؤولين وزعماء الاحزاب وزعماء الكتل وهؤلاء المتسلطين على رقاب الشعب العراقي من 2003 ولحد الان. لذلك نشوفهم مباشره جميعهم توافقوا على اقرار هذا القانون في البرلمان، على الرغم من الخلافات التي تبدو للعلن انها موجوده فيما بينهم، لكن في الحقيقه هم جميعهم شركاء ويتقاسمون. طيب استاذ علي، اليوم اليوم يعني في يعني متظاهرو البصره والناصريه يغلقون المصافي، هل ينتظر تحرك جديد لثوار تشرين مستفيدين من هذا الغضب الشعبي المتنامي على العمليه السياسيه وعلى مخرجات العمليه السياسيه؟ الوضع العام بالعراق الان قريب جدا من نقطه الانفجار الشعبي، وهذا الانفجار الشعبي سيحصل قريبا جدا. هذا الانفجار سوف لا يبقي لا نظام ولا ازلام نظام ولا يبقي حكومات فساد ولا كل من تعاون معهم، حتى يمكن ننزل به بدرجه حتى المواطنين الذين دعموا هذا النظام تعاونوا معه من أجل تثبيته سيدفعون ثمن باهظ لهذا التعاون. حتى الذي سكت وصمت على جرائم هذا النظام وفساد هذا النظام سيدفع ثمن سكوته وصمته، لأنه ساكت عن الحق شيطان أخرج. الشعب سينفجر، سيولد ثورة جماهيرية شعبية كبيرة جدا، ستكون ثورة جريئة جدا هذه المرة. ونحن دائما نؤكد على انها ستكون ثوره جريئه جدا، لانها الجهه المقابل الشعب هي نظام قاتل، نظام مجرم لا مانع لديه، مثل ما قتل 1000 شهيد من عدنا ثوره تشرين، لا مانع لديه ان قتل 10,000 و100,000 بل يقتل بالملايين. اليوم الذي هجر ملايين العراقيين، واليوم نشوفه متربع على عرش البرلمان اللي هو ما يسمى بالتيار القدري، اللي هو صاحب اول ميليشيا ارهابيه قتلت وحجرت العراقيين على الهويه الطائفيه. نعم. اللي هم جيش المحلي وحجروا سنه العراق. اليوم اللي نشوفهم عددهم وصلت الى 7 ملايين عراقي خارج العراق، اليوم نشوفهم يتزعمون المشهد ويتزوجون المشهد وبكل وقاحه وبكل جساره. نعم. يلجؤون الى انه يقرون قانون للامن الغذائي في حين قانون امن الحياه مفروض بالعراق بسبب هؤلاء نفسهم. الذين يقرون قانون الامن الغذائي، هؤلاء هم من قتلوا العراق، هؤلاء هم من سطوا على اموال العراقيين، هؤلاء من سرقوا املاكهم وعقاراتهم، هؤلاء انفسهم. فالشعب الان قاب قوسين او ادنى لتفجير ثوره عارمه جدا في العراق. هذه الثوره ستكون يعني وبالا عليه، وهذا قريب جدا. وخليهم ودعهم يستمرون بهذا استحقارهم وهذا استفزازهم بالشعب، يقرون من قوانين. نعم. شكرا سيد علي. لا اعترف بكل قوانينهم. مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز، شكرا جزيلا لك.